نسأل الأستاذ راغب كده، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا عايز أعرف بس سيادة اللواء جايب معلوماته دي منين؟ إذا كانت السيد الوزير وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي نفى هذا الكلام جملة وتفصيلا، وقال إن مفيش أسباب أمنية وراء الاستبعاد أو وراء الإقصاء، وقال إن مفيش لا داعش ولا غيرها موجودين في مجلس النواب، إنما العملية عملية مسألة عمالة زايدة. ده هذا كلام السيد المستشار مجدي العجاتي في تصريحات له أول امبارح للصحفيين اللي كانوا موجودين في مبنى المجلس. الحاجة الثانية، أنا بلغ أو نما إلى علم إن الداخلية أصدرت بيان نفت فيه نفيا تاما صلة هؤلاء الموظفين. لا مش نما إلى علم، أصدرت بيان ولا ما أصدرت بيان نبقى نطلعه. هو قالوا إن في بيان لكن لم يصل إلي. لا لا، وممكن سيادتك تتصل، ممكن سيادتك تتصل. طب ما اقول لسيادتك، ممكن تطلب دلوقتي من السيد الفاضل اللواء بيان الداخليه تقول انه اللي تم نقلهم. طب ما انا اقول لسيادتك وقت بيه اللي تم نقلهم دول مفيش اسباب امنيه. ما انا اقول لسيادتك البيان طلع بهذا المضمون، وسيادتك ممكن تتصل دلوقتي حالا باللواء ابو بكر عبد الكريم يقدر يرد علينا ويأكد اذا كان في بيان بهذا المعنى يا جماعه. هل الداخليه اصدرت بيانا تنفي فيه؟ انا بقول لحضرتك وصلني على الواتس، بس طبعا الموبايل مغلق. الحاجة التانية انه ما يعني برضو اللي ارسله ما فتحش معايا البيان، يعني نص البيان، انما ممكن سيادتك تتأكد. هذا البيان الرسمي الاصطادي لوزارة الداخلية ايه اللواء نفت فيه نفيا تاما صحة هذا الكلام جملة وتفصيلا. مش عارف سيد اللواء جاب الكلام ده منين. تفضل يا سيد اللواء. وزارة الداخلية لا تستطيع ان تنفي او تؤيد، ولا يجوز لوزارة الداخلية ان تصدر بيانا تقول فيه هذا الكلام. العمل الذي بتقوم به مش حضرتك اللي تقول الكلام ده، يطلع ممثل الداخلية او السيد الفاضل اللواء ابو بكر عبد الكريم هو اللي يقول الكلام ده، مش حضرتك يا سيادة اللواء. ليس من حقه، مش انت اللي تقول الكلام ده بعد اذنك. هو ما يقدرش يقول هذا الكلام لان انت ما تقولش كده، انت مش متحدث رسمي باسمه. الله، انت لست المتحدث الرسمي باسم وزير الداخليه. لا هو بس انفعاله يا سياده اللواء لانك اتهمتهم بانهم لست انت الذي تملك هذا، بياخدوا مصالح من النواب وانهم يقينا يقينا يقينا. وائل بيه ده لسه سيادتك هرد على الكلام اللي هو قاله ده. طبعا الموظفين بتوع المجلس ما هماش 5000 زي ما انت بتقول. سيادتك بتبالغ في هذا الرقم، بتضخم الرقم ده عشان تشوه صورتنا. احنا مش 5000 زي ما انت بتقول، احنا اقل من هذا، عددنا اقل من هذا بكثير. انت بتتكلم عن ناس قعدوا في المجلس 30 سنه يا سياده اللواء، وسيادتك بتتحدث عن فئه هم مندوبين للساده الاعضاء اللي بيقدوا مصالح بيقدوا لهم مصالح وربما يستفيدوا من وراهم. نحن لسنا منهم في شيء. مين؟ نحن اللي بكلمك وكيل الوزاره في المجلس، امين مجلس التعليم بالمجلس ورئيس الاداره المركزيه للتطوير والجوده في الهيكل الاداري الجديد. رئيس الاداره المركزيه للجوده والتطوير اللي بيبعد من المجلس بعد 30 سنه. رضك ايه؟ امال ودوك انت ودوني تضامن. انا بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسيه ودراسات عليا في العلوم السياسيه، اروح وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره التضامن قطاع الشؤون الاجتماعيه. طب في التوقيت ده وقبل بدء اعمال مجلس الشعب الجديد هذا ما هو بالظبط ده لما ينقلك، طب ما هو يبقى عنده اسباب. مش ممكن يعني ابدا. طب اشمعنى انت؟ ما انا هقول اشمعنى. اقول لسيادتك بقى لماذا انا ولماذا نحن؟ لماذا انا بالتحديد؟ لان سيادتك بقى انا عملت ايه بقى في الفتره اللي فاتت دي؟ رفعت مطالب العاملين بالمجلس الى الاداره، الى ممثله في الامين العام والسيد وزير الشؤون، وزير كان وقتها ايه، وزير العداله الانتقاليه ومجلس النواب. كانت تتمثل ايه المطالب دي بتاع العاملين؟ وعشان كده بقول لك ان انا ربما يكون في نظرهم الزعيم. انا رفعت المطالب للعاملين ولكن بشكل حضاري. لم اقف في الشارع، لم نعتصم، ولم نضرب عن العمل. امال عملت الوقفه الاحتجاجيه؟ كانت بشكل حضاري من خلال مذكرات تم رفعها للساده المسؤولين. بحثت وعرضت ودرست تماما بشكل جيد جدا ومحترم. طب ما هو سيادة اللواء بقول لك انه انت تمثل إن انت في رمز السلطه التشريعيه. تمام. لا يجب ان تلجا لاي ما حصل. لم يحدث لجوء لمظاهر ابدا، ولم نلو عنق الاداره ولا يد الاداره ولا اطلاقا. مجالس طيروك بسبب الحاجات دي يعني. ربما بس برضه يعني ليا الشرف اذا كان هذا هو السبب ان انا رفعت مطالب زملائي بشكل حضاري
فانا جاي النهارده محاط بقلوب 3000 موظف وليس 5000 زي ما سات اللواء قال. انا محاط بقلوبهم ودعواتهم. احنا بس عشان سات اللواء اللواء ابو بكر عبد الكريم قال ان احنا لم نصدر بيانا يتعلق بهذه القضيه. اتفضل يا سات اللواء. ما انا بقول لك يا هو يا استاذ وائل ابو بكر قال ما اصدرش بيان، يبقى ما اصدرش بيان، يبقى انا بقول كلام مظبوط، بقول وزاره بس انا مش عايز البس الناس قضيه يا سياده اللواء انهم اخوان وداعشيين ما حدش نسب لحد حاجه، ما حدش نسب لحد حاجه. احنا بنقول في من بين الاعضاء، من بين الاعضاء الموظفين داخل هذا المجلس من هو متعاطف مع جماعه طيب. الاخوان الارهابيه، ومن يمثل جماعة 6 إبريل، ومن يمثل الاشتراكيين الثوريين. والفترة اللي كان موجود فيها الإخوان في مجلس الشورى وكان موجود فيها الإخوان في مجلس النواب خير دليل وخير شاهد على العلاقات التي نشأت بين الأعضاء وهؤلاء الموظفين والود الذي كان قائما بينهم ومعلوم للكافة. طيب اتفضل. طب احنا في يعني كراجل انا بقالي 30 سنه في المجلس واتعينت سنه 86 وعامل جميع الاعضاء الامانه العامه بصفتي بنتمي لهذه الامانه العامه التي افخر واشعر بالفخر والاعتزاز بالانتماء اليها. هذه الامانه العامه بطبيعتها جهاز محايد، نشتغل مع الحزب الوطني، نشتغل مع الاخوان، نشتغل مع السلفيين، ولو جه المجلس القادم ناصري هنشتغل معاهم. الأمانة العامة جهاز محايد، وأنا مطلوب مني أتعامل مع الجميع بموضوعية ومهنية وحرفية، كباحثين، كموظفين علاقات عامة، كموظفين مراسم إلى آخره، حرفية عالية ومهنية وبتعامل بموضوعية. فعلى أي شيء نحاسب؟